هذه ليست آلة بيانو يمكن لها أن تصدر صوتا موسيقيا، إنها ببساطة كلكة تحاكي في تصميمها شكل الآلة الشهيرة. نينا أحمد هي إحدى المشاركات في معرض فنون الكيك الأول. بمساعدة عائلتها استطاعت أن تقدم هذا التصميم الذي لا يقل جمالا عن آلة البيانو الموسيقية. في البداية كنت عملت للبيت، عملت لهدية لعيالي، كانت بنتي عمرها 3 سنين وابني عمره سنة. الأهل كلهم لما شافوا الشغل وطعمه كمان شجعوني، زوجي كمان هو يساعدني بشغلي. هي الأفكار وأنا التطبيق عليها فقط، يعني لأنه في الشغل هي الأفكار كامل عليها، تطبيق ستاندات الكيك في القاعدة حق البيانو، هذه شغلي أنا يعني. هنا في معرض عدن الأول لفنون الكيك وسط العاصمة المؤقتة، تضمنت الفعالية أيضا فقرة الرسم على الرمل وشهدت حضورا شعبيا كبير. المعرض الذي أقيم في حي خور مكسر وضم 15 مشاركا بدأ أكثر إتقانا على الرغم من إمكاناته المحدودة، إلا أنه يرتقي كما يقول الحضور إلى مستوى المشاركات العالمية. صراحة المعرض ما شاء الله حلو جدا، وجمع كثير مبدعات ما شاء الله في الكيك، بيفتح مجال يعني كمان للناس إنه يوصلوا للعالمية إن شاء الله. المشاركون قدموا أشكالا مختلفة وألوانا متنوعة للكيك، نالت إعجاب زوار المعرض حيث طالب أغلبهم باستمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في إنعاش الركود الثقافي والاجتماعي، لا سيما في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد. يأمل المشاركون في هذا المعرض أن تستمر الفعالية كمناسبة سنوية، وأن يحظوا بالرعاية الكافية من قبل الجهات المعنية ليرتقوا بمواهبهم إلى مستوى عال من الإبداع. بالرغم من أن مدينة عدن لم تتنفس الصعداء منذ مدة، حروب متتالية وأزمات متعاقبة، إلا أن هؤلاء المشاركون اليوم جاءوا ليثبتوا أن مدينة عدن حاضنة للمواهب والإبداعات. حنين جمال، بلقيس، عدن.